يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام. نرجع لي دير بالي على جانجا. طيب بركي صار عليها شيء؟ هالبنت عنيدة كتير وما بتعمل غير اللي براسها، من الصبح لا أكلت ولا شربت. ايه بس إذا هي أكلت أو شربت شيء مرت عمي أكيد رح تعيط عليها، بس إذا بتضل هيك بجوز تمرض. مالي عرفانة شو بدي أعمل لها. بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك. كان قد تعبانة مو قادرة توقف. يا ربي لازم تروح تاكل. خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا. هي 21.5، روحي طعميهم للحيوانات. يا ربي خلي البركة عام، وعدتينا بهالشي ولازم توفي بوعدك، مزبوط؟ يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك نحن بكرمك. شو اللي صاير هيك؟ جوعانة ما؟ يا ربي خلي البركة عام، نحن بفضلك. قولي ما فيك تكلم. أنا كنت عارفانة إنك ما رح تقدري تتحمل. يلا قول. نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا. لا خالي صدها، ماني جوعانة. بتشوفي رح ضل طول النهار بلا أكل. نحن بفضلك نحن بكرمك. ومشان الوعد تبعي رح أوفي وطعمي هدول الخبزات للحيوانات. يا ربي خلي البركة عام.
نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. يا ربي يا ربي ربي خلي البركة تعم. لا جنة، نحن بفضلك نحن ما رح تقدر تعملي هيك. انت لازم بأي طريقة تاكلي اليوم، وضعك صار مو منيح أبدا، خايفة عليك تمرضي. نحن بفضلك نحن بكرمك كل حياتنا ما فيها. بالعادة منلاقي حيوانات بكل مكان، بس هلا ما عم نلاقي ولا حيوان. كأنه في شي غريب الموضوع، مو هيك؟ غانغا، انتي لازم تروحي تاكلي فورا. ساغر تعا معي. ساغر امسك شوي، دورنا كتير بكل المدينة لحتى لقينا بالأخير حيوان، وهلأ بدك تاكلي كل هالخبزات. لازم أوفي الوعد يلي قطعته على حالي. بس إذا هي أكلت أو شربت شي، مرت عمي أكيد رح تعيط عليها، بس إذا بتضل هيك بجوز تمرض. شو بدك؟ وين باقي الخبزات؟ شو مالك منتبهة طعمتيها ياهم كلهم؟ عن جد عم تحكي؟ يعني أنا طعمتها للحيوانات وعملت شي منيح؟ إيه. وهي وفيت بوعدي وطعمت الحيوانات. كل الخبزات؟ ايه. 21 رغيف؟ شايفة يا سودها؟ وقت يلي قلتينا انه عندك طريقة لحتى تخليها تتعلم وتلتزم بواجباتنا، فكرنا طريقتك رح تفيد، بس للأسف ما جابت اي نتيجة. بس شوفي هلأ، بعد ما صرت انا اللي عم دير بالي عليها لغانغا تغيرت. لهلأ ما أكلت ولا شربت، ومو بس هيك راحت وفت بوعدها لقلنا كمان.
الشيء اللي عملتيه مانو قليل اختي، قدرتي تخلي بنت عنيدة مثل جانجا تتعلم الالتزام. عادي هون لحتى تكملي يومك بلا أكل. لازم تقعدي معنا وتقولي اللي عم نقوله من هلأ لحتى تغيب الشمس، بس بصوت عالي. ها وأنا جاهزة أعمل شو ما بدك ورح ضل بلا أكل، ما في مشكلة. لا جانجا أنت ما بتقدري. وليش لحتى ما أقدر؟ مو من شوي كنت معي وفاة الوعد تبعي؟ يعني فيني ضل بلا أكل هلأ؟ وعدك ما انوفى، لازم تطعمي الحيوانات كل الخبزات، بس لسه في خبزة ناقصة. لا تزعلي، عملت هذا الشيء من شانك. ليش ما قلت لي لما كنا هنيك؟ يعني انت اللي خبيت الخبزة مو هيك؟ كذبت علي وقلت لي انه خلصوا كل الخبزات وما ضل شيء. يلا قول ليش كذبت علي؟ الحكي ما عاد ينفع جانجا، خلص روحي كلي هلا. ستي من الصبح ما اكلت شيء ولا حتى شربت مي، وهي ما وفت بوعدها، يعني صار فيها تاكل مو هيك؟ ستي جانجا ما بصير تضل بالاكل. ستي لو سمحتي خلي جانجا تاكل شيء. ايه حبيبي، بما انه ما قدرت توفي بوعدها خلص ما في داعي تضل بالاكل لهلا. خلص روحي كلي لك شي شغله يلا. بس انا ما بدي اكل وبقدر كمل لآخر النهار. هلأ بروح بطعم الحيوانات هالخبزة وبوفي الوعد اللي وعدته. أنا برأيي تضلي قاعدة بالبيت وتاكلي لك شي شغلة. شوفي وشك شو أصفر. حاولتي توفي بالوعد تبعك بس ما قدرتي. البنت تعبت شوفت عينكم، خلاص خليها تاكل، بخاف صحتها ما تساعدها. بس انتي وعدتينا انك تطعمي الحيوانات منيح وتعملي هذا الشيء قبل غياب الشمس مو هيك؟ وعلى الحالتين بنتي ما عاد تلحقي. لا بلحق ستي، هي الشغلة مانا صعبة بنوب وبقدر اعملها. لا تخافي خالة سودها، الشمس لسه بدها وقت لتغيب، بروح بسرعة وبرجع. شوي كان في حيوانات، يا حكيم كان في هون حيوانات، وين راحوا؟ ما بعرف يا بنتي، قولي لي صاير معك شي، أنا هون إذا بدك مساعدة.
غانغا. انتي ليش معصبة؟ وإذا ما وفيتي بوعدك؟ وين المشكلة؟ خلاص امشي معي، خلينا نروح ناكل. ما بدي. هديك المرة وقفت معك وساعدتك لتفوز بمسابقة الطيارات الورقية، ولما احتجت مساعدتك تخليت عني. لا غانغا، أنا اجيت لهون لحتى ساعدك. ما أنت سبب المشكلة، لأنك خبيت آخر رغيف خبز، وإذا ما وفيت بوعدي لستي كل شي عملته رح يروح على الفاضي. اهدي، لسه ما رح شي على الفاضي. يعني وإذا ما لقيتي حيوانات هون؟ مندور لسه، أكيد منلاقي. ما بصير، لازم طعمي نفس الحيوان كل الخبزات، هيك أنا وعدتها لستي. ايه برافو مادفي، شكرا كتير. رحت دفعت قسط المدرسة اليوم، ولولاكي عن جد ما كنت بعرف شو بدي أعمل. ريحتيني من مشكلة كبيرة هذا الشهر، ومن هلأ للشهر الجاي بلكي بتتدبر. شو مادفي، كأنه اليوم مو على بعضك. برافو، أنا كتير خايفة على غانغا. مرت عمي منعتها من الأكل والشرب، حاولت أقنعها أنه لساتها صغيرة وما بتتحمل، بس ما كانت تسمع مني. مالي عرفانة شو بدي أعمل. لازم خلص شغلي كله قبل ما تغيب الشمس، ما ضل وقت كتير. ساعدني يا رب، وين بدي لاقيها؟ مادفي. نعم مرت عمي. غانغا رجعت عالبيت شي؟ ما رجعت. هالبنت عنيدة كتير، قلت لها بلاها بس ما ردت علي. عم تدور من مكان لمكان ولسه ما أكلت شي. إذا بيصير شي عليها اليوم أصحك تلوميني. الحق معك مرت عمي، أنا كمان قلقانة عليها كتير، ما بعرف وين راحت، محتارة ومالي عرفانة شو أعمل. شو رأيك اتصل بنيرجا وقل له؟ طيب المشكلة شو بدي أقول له إذا اتصلت؟ جنيتي كأنه؟ ما في داعي تحكي مع نيرو، هلأ ما أنا فاضي لهذا الحكي. بعدين حتى لو اتصلتي فيه وخبرتيه رح ينشغل باله على الفاضي وما بيطلع بإيده شي. لهيك لا تدقي، يا ربي ساعدنا. مو عرفاني شو بدي أعمل مع هاي البنت. برأيي نستناها وبس ترجع منشوف شو بدنا نعمل معها. شو هالمصيبة هاي؟ لازم أوفي الوعد وأرجع على البيت قبل ما تغيب الشمس، أنا كتير تعبت وجوعانة. غانغا شوفي شو جبت من البيت، يلا خلينا نرجع ندور، ما بقي غير شوية وقت لتغيب الشمس.
يلا جانجا طلعي وراي. انت دائما بتساعديني لفوز، معقول تخلي عنك وما ساعدك؟ لا تشغلي بالك، الحين ما في وعدك، يلا طلعي قومي جانجا. شكرا كتير ساغر، بس إذا ما وفت الوعد قبل ما تغيب الشمس يلي عملته رح يروح على الفاضي. ما رح يروح شي على الفاضي، اطلعي يلا عادي. شوفي جانجا، وهي عملتي اللي بدك اياه ووفيتي بوعدك لستي وخالة سودها وفزتي بالتحدي. اختي هاي جانجا لسه لهلا ما اجت، أكيد بتكون خسرت التحدي وما قدرت توفي وعدها قبل ما تغيب الشمس. بس هي لهلأ ما أجت، شو بدنا نساوي يعني؟ وفيت بوعدي إلكم وقبل ما تغيب الشمس كمان. جانجا حبيبتي انتي منيحة؟ لا تخافي علي خالي، انا كتير منيحة وما فيني شي. المهم اني عملت منيح وطعمت الحيوانات مثل ما وعد ستي، ولسه ما كانت الشمس غايبة. جانجا 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 مرت عمي جانجا بنتي جانجا مرت عمي مهري جيبي مي بسرعة. حاضر يلا جانجا حبيبتي. ساغر يلا قوم على السريع، يلا اطلع على غرفتك ابني، يلا بسرعة، يلا يلا ابني بسرعة، شو ناطر يلا بسرعة. جانجا يلا حبيبتي فتح عيونك. بس ما يصير شيء لهالبنت. جانجا جانجا هيك لكان صار مع جانجا، عن جد منيح انك رحت معه. لو انا ما خبيت لها الخبزة ما كانت اتعذبت هيك، لو بتشوفها قديش كانت زعلانة. تعرف شو؟ منيح اللي رجعت وصلحت غلطتك. يلا لشوف، شربوا الحليب.
أمكم مشغولة بجانجا وهي قالت لي جيب لكم حليب تشربوه. طمني كيف صارت جانجا؟ ماما ما خلتني فوت على غرفتها، أنا كتير خايف عليها. جانجا هلأ كتير تعبانة، سمعتهم عم يقولوا لها على القليلة اشربي مي، بس هي كتير مصرة إنها ما تدوق ولا شي. يلا يلا لشوف، تعالوا واشربوا حليبكم يلا. قلت لها من الأول لهالبنت إذا ما فيك تضلي بلا أكل بلاها، بس هي كتير عنيدة. شوفوا شو اللي صار فيها، غميت من قلة الأكل. تفضلي شربي يا مي. جانجا شو رأيك تشربي شوي؟ حبيبتي حبيبتي انتي هلأ تعبانة كتير، على القليل اشربي شوية مي مشان ترتاحي. استني على مهلك. ليكي ستي، هلا انا مو لازم اتحمم قبل ما اكل صح؟ انا جاهزه. أعطيني منشفة على السريع. أنا كمان بدي أتحمم لو سمحتي خالي. Thank you.
جانجا، إذا هلأ تحممتي في احتمال كبير إنك تمرضي، وإذا عرفني يرجع إنك مرضتي هو أكيد رح يعصب علي كتير ويزعل مني لأني خليتك تروحي. بدك ياه يعصب علي شي؟ أكيد ما بدي، بس أنا لازم أعمل كل شي بدي يا ستي. حتى لو بدي أمرض أنا لازم كمل للأخير. إذا بتريدي لا تقولي له شي، وعديني إنك ما رح تحكي. بس خايفة كتير إذا عرف الأستاذ يجبرني إني آكل، وأنا ما بدي زعله مني، وبنفس الوقت لازم كفي اللي اتفقنا عليه أنا وستي. لازم كفي اللي بديت فيه ولو شو ما صار. شبك؟ خايف على جانجا؟ اطمن ما رح يصير لها شي. شوفي بابا، شبها جانجا، شو صاير معها؟ مو صاير معها شي، بس هي اليوم ما أكلت. أهلين، كيف كانت سفرتك؟ تمام، بس هدول ليش خايفين على جانجا؟ صاير معها شي يعني؟ جانجا؟ لا مو صاير شي، بس مو ما أكلت من الصباح لهيك تعبت. أهم ساقار خاف عليها كتير. نيرجا بتتذكر لما قلتلي إنه هالبنت قوية كتير ومارق عليها شغلات صعبة بحياتها، وإذا ما أكلت ما رح يصير لها شي؟ فعلا طلع كلامك صح، لأنها كتير مصممة إنها تكمل للآخر ولو شو ما صار يصير. كنت عارفان يا مادفي، الإرادة والإصرار اللي شفتهم عند هاي البنت ما شفتهم عند حدا تاني. مهما كان الإنسان قوي إلا ما تجي أيام ويضعف فيها، بس هي البنت ما بتعرف الضعف. جبت لكم اللي وصيتوني عليهم. ليكن هون. بهي الشنطة. هدول دفاترك. وبالنسبة لأغراضك جوات الشنطة ماشي؟ وباقي الأغراض اللي هون عبارة عن أقلام حبر ماشي. ورصاص. يسلم. يلا بشوفكم. ليش ما قلتي له إنه جانجا مو منيحة؟ أنت بتعرفي إنها تعبانة. بعرف، بس وعدت جانجا ما أحكي له شي، خافت يجبرها تاكل. عرفت ليش؟ أنا رايحة أعمل شاي لأبوكم. كتير خايف عليها، يمكن لساتها متضايقة مني. أخي لازم لاقي لي شي طريقة أقدر أصلح فيها غلطي. يعني شو في شي لسه فيك تساوي؟ تعتذر مثلا؟ إيه ليش لا؟ أنت بحياتك ما اعتذرت من حدا. إيه هي أول حدا رح أعتذر له. عن جد؟ طيب شو رح تقلها؟ أنا آسف جانجا. هيك رح تقلها إياها؟ قولها بطريقة تانية. جانجا أنا بعتذر لأنه زعلتك، بتمنى تسامح، بتمنى إنه تسامح. وليش متلبك؟ احكي على مهلك. بتمنى إنك تفضلي.
خلونا نبلش. خير شو بك؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ليكون بدك عزيمة لتجي تاكلي معنا أو بدك شي حدا يطعميكي؟ كلي. شكراً ما بدي، كلي أنت خالة سودها، أنا لسه فيني ضل يومين كاملين بلا أكل. انتبهي على كلامك يا بنت ولا تردي لي جوابات، ماني بعمرك لحتى تجادليني، فهمتي؟ كنت مفكرتها بنت صغيرة وكمان كنت مفكرة اني ممكن سامحها، بس اطلعوا عليها كيف عم تتصرف، شايفة بشيمة؟ هاي بدها ترباية. خالة سودها انا ما بدي اياك تسامحيني، ما بدي حدا يشفق علي. اختي تعي سكتي لي اياها، سمعتيها شو كانت عم تحكي؟ قال ما بدي حدا يشفق عليها. عن جد انك بنت ما بتستحي، شو ما حاولتي تعملي كل حياتك رح تضلي بنت أرملة مثل حكايتنا، وهذا الشيء ما في منه مهرب ابدا. من وقت ما مات زوجك انكتب على جبينك انك أرملة، عم تفهمي؟ واذا رح تضلي تتصرفي هيك صدقيني ما رح يطلع لك مكان لا هون ولا باي مكان بالدنيا. ما بكفي جابوكي من الشارع وعاملوكي مثل اولادهم، بس العالم اللي مثلك حرام اللي منيحة فيهم، وأنا لو كنت محلهم لزتيتك بالشارع. خالة سودها باينتك جوعانة لهيك معصبة. بابا كان يقول لي وقت نعصب بيصير صعب علينا نميز بين الصح والغلط، لهيك انت ما عاد ميزتي وصار يطلع منك هذا الحكي، أكيد ستي هلأ رح تزعل منك. عيب، لا بقى تحكي ولا كلمة. عيب تحكي بهي الطريقة، مو؟ لازم تحترمي يلي أكبر منك. سكتي يا بنت وقعك تحكي حرف. على فكرة سودها، الحكي اللي حكته البنت مظبوط 100%. انتي ما بيصير أبداً إنك تحكي مثل هذا الكلام، وهالكلام مو مقبول سودها. لهيك أنا بنصحك تراجعي نفسك وتعيدي حساباتك يا سودها. أنا عن جد مستغربة كيف ممكن يطلع هيك حكي من وحدة مثلك؟ ها؟ هي صغيرة وما بتنلام. طيب اللي صار صار، يلا خلونا نكفي أكلنا. يلا الكل يتفضل. يلا كلي. جانجا بنتي انتي بشو صافني؟ ليكون عن جد بدك مين يطعميكي؟ يلا بلشي كلي. خلص نسدت نفسي، ما عاد بدي اكل. سودها بحياتها ما رح تتغير. يلا كفوا اكلكم.
بعديلي شوي ماما. شبك؟ شو عم تساوي؟ كان قايلك من امبارح بالاكل لازم تاكليهم كلهم. كيف رح اقدر اكل كل هالاكل؟ لا بتقدري، يلا بدك تخلصيهم. يلا بسرعة لسه ما خلصتي أكيد؟